السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم حبايبي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي لغات في قناتكم لتسلير. زي ما طلبتوا هنعمل مع بعض محافظة الدقهلية الامتحان نمبر 10 في كراسة المعاصر. لو لسه أنت ما امتحنتش جيومتري أو الجبرا اكتب لنا في الكومنتات وإن شاء الله هنقدر نحاول إن احنا نعمل لك الامتحان. فيلا بينا نبدأ بريب 2. Number 1, complete each of the following. 1 minus 3 over 4 equal not percentage. طب ال 1 ده هو عبارة عن 100. 100 minus 3 over 4 أو ممكن تكتبها بطريقة تانية، هي عبارة عن 4 over 4. 4 over 4 اللي هي 1. اوكي، الدنوميريتور هنا are equal. 4 minus 3 equal 1 over 4. خد بالك انت عايزها تبقى برسنتيج، فهتعمل تايمز مع 100 اللي هيطلع على الكالكوليتر عندك equal 25. تمام؟ طب انت لازم كمان تكون عارف ان الهاف بيعمل represented او بيعبر عن 50، اللي 3 over 4 represented by 25 برسنتيج طبعا، ال 1 over 4 بيعبر عن 25 برسنتيج. اوكي، فانت عندك ال 3 over 4 هي عبارة عن 75 minus 75 اتبقى عندك 25. في كلتا الحالتين الإجابة واحدة. Number 2, the solve solution of x power 2 minus 9 equals 0. طبعا عندي minus فخلاص الإجابة هيبقى عندي ليها إجابة، يبقى x power 2 هنحرك ال 9 الناحية التانية تتحرك بعكس إشارتها وعكس الساين بتاعتها، هي نيجاتيف هتبقى بوزيتيف، بوزيتيف 9. خد الروت، خد الروت هتبقى الـ x equal. خد بالك لما تاخد الروت ويكون عندك سيمبل يبقى بوزيتيف نيجاتيف 3، بوزيتيف نيجاتيف 3. خد بالك كمان ساعات بيغير عندك الدنيا، هنا جايبها لك في R، فانت بتكتب ان الـ s s equal افتح البراكتس بتاعتك 3 ونيجاتيف 3. طب لو عمل كنسل للار دي وجاب لك الان، الان دي ناتشورال نمبر، الناتشورال نمبر ما فيهاش النيجاتيف، هتبقى الاس اس عندك بس 3. تمام، فخد بالك من التركات اللي ممكن توقعك في الاكزام. نمبر 3، اف 6 اوف باور اكس ايكوال 0، ذن 6 باور اكس بلس 1 ايكوال كام؟ كل الدنيا بتعتمد انك تقدر تفكك ده، تعال نفككه. ده عبارة عن 6 باور x تايمز 6 باور 1، بيز وبيز متساويين وعندي تايمز بعمل ادنج للباور. اوكي، عندك 6 باور x هو مديهالك بكام؟ ب 7. طب تايمز 6 باور 1، ما هي ال 1 يعمل 6 يمس، يبقى 6 تايمز 7 ايكوال 42. نمبر 4، a ماينس 2 تايمز a 2a ماينس 3 ايكوال، خد اهو بص اول فاول، فيرست فيرست a times 2a يديك 2a power 2. تمام؟ تمام. الأخير في الأخير اللي هو ده، بصوا negative 2 times negative 3. negative times negative اللي هي positive. 2 times 3 equals 6. Number 5. The probability of sure event. Sure event يعني حاجة مؤكدة، حاجة لازم تحدث الـ probability بتاعتها equal 1. طب الـ impossible لو شال كلمة sure وجاب impossible هتبقى 0. يلا بقى question number 2، factorize. Factorize each of the following. Number 1، x power 2 plus x 8x plus 15. هنعمل brackets x و x. هنعمل ايه بقى؟ عندك ال 15 بتدور على 2 numbers، نمبرين، النمبرين دول ال product ال times بتاعهم 15، ما عنديش غيرهم ال 3 وال 5. 3 times 5 15، وكمان 3 بلس 5 إيكوال 8. ما دام عندك الساين هنا الأخيرة دي بوزيتيف، يبقى الاتنين ساين اللي جوه البراكتس هياخدوا الساين بتاعة اللي في النص، اللي في النص بوزيتيف يبقى الاتنين هيبقوا بوزيتيف. 2x باور 3 ماينس 16، هتلاحظ إن النمبرز هنا عندي كومن، ممكن آخد 2 كومن بره، هيتبقى عندك 2x باور 3 ديفايدد 2، 2 تطير 2 هيتبقى عندك x باور 3 ماينس 16 divided 2 اللي أخدتها منها يبقى عندك 8. طبعا ده cubic root، هعمل له ايه؟ bracket صغير وbracket كبير. هاخد الكيوبيك روت للx power 3 اللي هي x واحدة بس،
هاخد الكيوبك للايت اللي هي 2 بنفس الساين. تعال بقى نجيب الكبير ازاي. خد ده باور 2 اكس تايمز اكس اكس باور 2، الاخير باور 2 نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 تديك بوزيتيف 4. ودايما بنقول الساين الاخيره في البراكت الاخير دايما ببوزيتيف. اعمل ايه؟ تايمز شقلب، تايمز شقلب اكس تايمز 2 ب 2 اكس. طب والساين اشقلب ايه؟ اشقلب الساين تبقى بوزيتيف. سمبليفاي تو بي في سمبليفاي، بنقول دايما بنقول في كل فيديو ان انا لازم اوصل السمبليفاي عندي ليه، يا اما 2 يا اما 3 يا اما 5 يا اما 7، الارقام اللي انا اقدر اوصلها للمساله. ال 4 اقدر اكتبها 2 باور 2، ال 9 اقدر اكتبها 3 باور 2، ال 6 اقدر افكها 2 تايمز 3. طب يلا بينا يلا بينا، ادي ال 4 اكتبها 2 باور 2، وعندك باور كاني بعمل له تايمز مع الباور الجديد بلس. لا خدوا بالكم، المس غلطت اهو، بصوا ادي 2 الباور اللي عندي اكس بلس 2 وليس اكس بس، انا ما شفتش اكس بلس 2، هكتبه زي ما هو اهو. تمام. طيب ادي 9 اكتبها 3 والباور 2 وعندي الباور القديم يبقى تايمز اكس. ال 6 دي هي عباره عن 3 اكتبها تحت اختها، عباره عن 2 تايمز 3، ادي ال 2 تحت ال 2 وادي ال 3 تحت ال 3. هوزع اعمل ديستريبيوشن للباور، دي تاخد 2 اكس دي تاخد 2 اكس. تمام. عندك كذا طريقه بقى، يا اما تكنسل اللي شبه بعض، يا اما تاخد 2 كبيره وتجمع الباور، وتاخد 3 كبيره وتجمع الباور. انا هسهل على نفسي، 3 باور 2 اكس و 3 باور 2 اكس شبه بعض فوق وواحده تحت وواحده فوق، يتكنسلوا مع بعض. اجمع بقى ال 2، عندك 2 واحده كبيره، اجمع عليها كل الباور، اد الباور فوق وتحت، بس خد بالك اللي جاي من تحت يجي بعكس اشارته او عكس الساين بتاعته، ابزز للساين، عندي بوزيتيف تطلع لي كده. تمام. دخل عندك ال 2 دي في البراكتس، 2 تايمز اكس يديك 2 اكس، 2 تايمز 2 يديك بوزيتيف 4. كده تمام، انا كل اللي عملته كتبت اللي فوق. تعالى جايه لها واحده من تحت، تعمل ايه؟ تغير النيجاتيف، بوزيتيف تبقى نيجاتيف، تبقى نيجاتيف 2x. تمام. ادي 2 دي بوزيتيف 2x، دي نيجاتيف 2x، يتكنسلوا، اتبقى عندك 4، يبقى 2 باور 4 اللي هي عباره عن كام بقى؟ اللي هي عباره عن 16. خلصت معايا المساله. نمبر 3 فاكتورايز 4x باور 2 نيجاتيف 25، طبعا دي عباره عن 2 براكتس 2x الروت لده، فالروت ل 4 2 والروت ل x باور 2x. الروت 25 هي 5 مرة بالبوزيتيف ومرة بالنيجاتيف. نمبر 2 AX نيجاتيف 7A بلس 3X نيجاتيف 21، قلنا كذا مرة لما يكون عندي 4 تير يبقى أعرف إن أنا رايح أعمل جروبينج. طب تعالى نعمل جروبينج، بندور مع بعض على الحاجة اللي متكررة، هنا في A وهنا في A، خدهم مع بعض أهو. AX نيجاتيف 7A بلس، هنا فيش حاجة، لا جوه ال 21 دي 3 تايمز 7 فجواها 3، يبقى 3x نيجاتيف 21. تمام دي 21، اكتبها كويس عشان الناس تحل معانا، هي نيجاتيف 21. تمام. تعالى بقى ايه اللي متكرر هنا؟ ال a، خده بره، خده كومون، هيتبقى عندك ax ديفايد a، يتبقى عندك 7a اخدت منها a، يتبقى عندك 0 بلس. خد من هنا مين الكومون؟ قلنا هنا ال 3x divided 3 يبقى عندك x نيجاتيف 21، 21 دي عباره عن 3 تايمز 7، اعمل divided على 3 يبقى عندك كام؟ 0. هتلاحظ دايما في مساله الجروب ان عندك البراكتس اللي انت جبته دايما بيتكرر، خده بره x نيجاتيف 7 خده كومون، ده على ده يتبقى عندك ال a، ده على ده يتبقى عندك ال c. خلصت المساله. تمام. تعال نشوف 3 نمبر بي، find the value of x 2x negative 2 equals 16. أنا أقدر أكتب ال 16 دي عبارة عن 2 باور كام؟ 2 باور 4. معرفتهاش على الآلة الحاسبة، أقعد أكتب على الكالكيلوتر بتاعتي، 2 تايمز 2 هيديك 4، اعملها تايمز تاني مع 2 هيديك 8، اعملها تايمز تاني مع 2 هيديك 16، عد التوهات دول هتلاقيهم كام؟ 4. طب ليه مس عملتها 2؟ عشان يبقى بيز وبيز، فساعتها أقدر أقول بيز ايكوال بيز يبقى باور ايكوال باور. تمام، يبقى اكس نيجاتيف 2 ايكوال 4.
حرك النيجاتيف 2 الناحية التانية بعكس opposite للساين، يبقى x equal 4 positive 2، يبقى equal كام؟ equal 6. يبقى x هنا equal 6. تعالى الناحية التانية number 2 3x negative 5 equal 7x negative 5. عمر ال 3 ما تيكوال 7، عمر ال 3 ما تساوي 7. امال ايه؟ اكيد الباور بقى ده بيساوي حاجه معينه. قلنا لما يبقى المساله بالشكل ده يبقى اكس نيجاتيف 5 ايكوال 0، منها حرك النيجاتيف 5 الناحيه الثانيه يبقى اكس ايكوال 5. تمام؟ ليه؟ حط الاكس في 5، 5 ماينس 5 ايكوال 0، 7 باور 0 ايكوال 1. حط ال 5 هنا ب، حط الاكس هنا ب 5، 5 ماينس 5 0، 3 باور 0 ايكوال 1. ففي الحالة دي لازم تحط الباور بزيرو. يلا بقى question number 4 choose the correct answer. The expression x power 2 plus kx plus 36 is a perfect square. عارفين ال k دي اللي في النص ان هي ليها قانون بيقول positive or negative 2 times is root. الروت لمين؟ للفيرست times الثيرد. طب هو مين الفيرست ومين الثيرد؟ ال نمبر اللي هنا الفيرست، النمبر اللي هنا هو الثيرد. طب تعالوا نطبقها، بوزيتيف اور نيجاتيف 2 تايمز الفيرست عندك 1 يبقى 1 تايمز الثيرد عندك 36، 1 تايمز 36 الروت ل 36 هي كام؟ 6 تايمز 2 قاعده عندي من القانون اصلا يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف قدامها 2 تايمز 6 ايكوال كام؟ 12. يبقى الانسر عندي بوزيتيف اور نيجاتيف 12. نمبر 2 if x power 3 y power negative 3 equal 8 then y over x equal. تعالوا بقى نظبط الدنيا هنا ونكتبها جميلة. x power 3 ادي x power 3، النيجاتيف ده عايز اتخلص منه مضايقني اعمل له ايه؟ انزله تحت في الدينوميتور يبقى y power 3 اتخلصت كده انا من النيجاتيف equal. ممكن اكتبها x و y واخد ال 3 باور كاملة فوقيهم، انا ينفع اعمل كده equal بقى ال 8 دي ممكن اكتبها 2 باور 7. تمام؟ تمام. انت عندك هنا 3 باور ودي 3 باور يبقى البيز اكيد equal base، يبقى عندك x over y equal 2. طب هو عايز ايه؟ لا خد بالك مش عايز x over y، امال عايز ايه؟ y over x. ال y انا عندك من تحت هو عايزها من فوق، شقلب بقى شقلب ال result اللي طلعت عندك، بدل ما هي 2 over 1 خليها 1 over a over 2. فهمتها؟ يا رب تكون فهمتها. نمبر 3 if x plus y equal 3 x power 2 negative x y plus y power 2 equal 5 then x power 3 plus y power 3 equal كام؟ انت لو عارف تعمل ده هتلاحظ تعمله فاكتورايز، يعني هتلاحظ ان هو ده الفاكتورايز بتاعه. طب تعالوا نعمله فاكتورايز، براكت كبير صغير وبراكت كبير، الروت للx الروت للy الكيوبك روت. يلا بقى اعمل باور x باور 2 ده y باور 2 طيب الشقل x y بالنيجاتيف، مش ده هو ده 3 وده هو ده 5، اعملهم طيب 3 times 5 equal 15. نمبر 4 f 3 باور x 3 باور x 3 باور x نتفق على حاجة equal 1. هي امتى ال 3 equal 1؟ والله يا مستر لما تبقى third plus third بلس سيرد، في الحالة دي هتبقى سيرد وسيرد وسيرد يديني 1. تمام؟ طب امتى بقى تنزل ال 3 تحت؟ لما ال x دي تبقى نيجاتيف 1، لما ال x دي تبقى نيجاتيف 1. 3 باور 1 هي هي ال 3، 3 نيجاتيف 1 كأني بقول لك خد ال 3 دي اكتبها في الدينوميتور، يبقى سيرد وسيرد وسيرد يديك ايه؟ 1. امتى؟ لما ال x دي تبقى نيجاتيف 1. نمبر 5 f x power 2 negative m equal x negative 7 عملناها فاكتورايز، يبقى 7 دي equal كام؟ يبقى سوري ال m دي equal كام؟ التايمز بتاعتها negative 7 تايمز positive 7 يديك negative 49. اوعى تكتب، سوري اهو المس غلط، اهو قبل ما انا اقول لكم اوعى تكتبوا انا اللي غلطت بقى. ليه بقى؟ تعالوا كويس ان انا غلطت فيها. لو انا كتبت هنا negative 49 زي انا ما كنت كاتباها، نيجاتيف تايمز نيجاتيف اللي عندك دي تديك بوزيتيف، بوزيتيف 49. ينفع اقول اكس باور 2 بوزيتيف اي حاجه في الدنيا ينفع اعمل لها فاكتورايز؟ لا لا ابدا مستحيل، ايرور على طول. يبقى ايه؟ يبقى اللي انت هتختاره ما ياثرلكش على الساين اللي موجوده هنا.
لازم اكس باور 2 وراها نيجاتيف على طول عشان اعرف اعمل لها فاكتورايز اوف الكات كده 2 براكتس. يبقى هختار 49 بس. لما هتيجي تتكتب اكس باور 2 نيجاتيف قاعده زي ما هي 49، دي اقدر اعمل لها فاكتورايز. اخر سؤال عندنا فايند ذا سوليوشن. اكس باور 2 نيجاتيف اكس نيجاتيف 6 عباره عن 2 براكتس ايكوال 0 اكس واكس. ال 6 دي 2 تايمز 3 و2، الساين هنا بالنيجاتيف، واحده دي فرونت، واحده بوزيتيف، واحده نيجاتيف. الكبيره هتاخد النيجاتيف اهي، الصغيره هتاخد البوزيتيف. اعمل البيج بتاعتك بالنص، اكس باور 2 ايكوال 0 اكس نيجاتيف 3 ايكوال 0. حرك البوزيتيف 2 هتبقى اكس نيجاتيف 2، حرك النيجاتيف 3 اكس هتبقى ب 3. اكتب بس ان الاس اس ايكوال افتح براكت نيجاتيف 2 و 3. 5b A colored marble is drawn randomly of a box containing 13 red marbles, 13 red, 17 white, 20 marble, white marble and 20 blue. Find the probability of drawing. احنا عارفين ان probability باخد النمبر بتاع الرقم او بتاع الوايت مثلا على الكل، يبقى probability بتاعت الوايت. فين الوايت؟ انا عندي red وwhite وعندي blue، الوايت 17 على كلهم. اعمل بقاد بقى 20 بلس 16 بلس 17. 17 و 13 اللي هي كام؟ 30. 30 و 20 اللي هي كام؟ 50. يبقى 17 اوفر ايه؟ 50، ودي ما يحصلهاش اي سمبلست فاسيبها زي ايه؟ زي ما هي. تعالى بقى نشوف اللي بعدها. عباره عن ريد اور. ريد اور يعني كانك بقول لك اعمل اد ما بين الريد وما بين البلو. الريد كام؟ الريد 13 والبلو كام؟ 20. يبقى 13 بلس 20 اوفر الكل، الكل كام؟ الكل 50، اللي هي هتبقى 33 اوفر 50. وبكده بريب 2 نكون خلصنا امتحان محافظة الدجالية لمادة الجبرا. لو كنت لسه ما امتحنتش امتحانات الجبرا او امتحانات الجيومتري، اكتب لي المحافظة اللي واقفة معاك وبإذن الله هنحلها. اشوفكم ان شاء الله في بريب 3. مع السلامة.